من علينا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، والصلوات وأطيبها والتسليمات والتحيات وأزكاها على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حضرة رئيس هذه الحفلة الكريمة الميمونة وضيوفها الكرام وأساتذتنا الموقرون والسادة الأعزة من أحبابي الكرام وزملائي الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ثم أرحب بكم ترحيبا حارا بكل جلال وإكرام، بكل حب واحترام، بكل شوق ورغبة وإتقان، ترحيبا معطرا بالمسك والعنبر، مطيبا بالزهور والورد الأحمر. وها أنا أمامكم أيها السادة لأقدم إلى سعادتكم شعوري النبيل وفكرتي العاطفة خلال مقالتي القيمة بعنوان تعالوا حول القرآن على مائدة القرآن التي مندرجة في هذه المذكرة التي نحن الآن قد اجتمعنا لكشف غطائها الميمون. وإن هذا شرف لي عظيم أن أكون من زمرة مؤلفي هذه المذكرة التي قد وقعت في أيدي القراء الكرام بعد قبل. وإنما أنا قد سعيت في مقالتي القيمة أن أحرض شباب المسلمين إلى حضن القرآن الكريم، وكما أنا ذكرتهم لماذا أنزل الله هذا القرآن، فيقول الله جل وعلا في جوابه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فانظروا يا أحبابي الكرام، ما أنزل القرآن للشقاوة ولا للقساوة ولا لليأس والقنوط، وإنما أنزل الله هذا القرآن للسعادة الأبدية والعزة الخالدة والغاية المنشودة رضا الله عز وجل. وكما يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن يهدينا ويرشدنا سبل الهداية والرشد وطرق الطهارة والتقى. وكما هذا القرآن يحدث فينا ثروات طائلة في القلب ورخوة خالدة في النفس، فيقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ويا أحبابي الكرام، كما سعيت أنا في مقالتي هذه أن أبتعث في شباب المسلمين النهضة الإيمانية واليقظة القرآنية لكي يرجعوا إلى الحضن القرآن، فناديتهم بأعلى صوت: يا معاشر المؤمنين ويا شباب المسلمين، أين نحن وفي أيدينا القرآن يدعونا؟ الله يدعو إلى دار السلام. وأين نفكر نحن وبين أيدينا القرآن؟ أفلا يتدبرون في القرآن؟ وإلى أين نسير يا شباب المسلمين وبين أيدينا القرآن؟ فأنى تؤفكون؟ ففروا إلى الله. فيا شباب المسلمين ويا فتيات المؤمنين،